بسم الله بسم الله يا ربي. هذه خاوتي الحدور تاع تيقندورين هكذا. رانا عند رانا في تني كومبلكس تاع تيقندورين، البراش ما تاع تيقندورين. شوفوا خاوتي ذاك المناظر، طريق إليزي. بسم الله ما شاء الله. شوفوا خاوتي كيف رانا مهودين الحدور. فوالا هذه طريق عينا ميناس إليزي. هذه جماعة اللي السياحة الشتوية، راه قريب يبدا الموسم، موسم السياحة الشتوية. هاكم تشوفوا خاوتي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الله يحفظ البلاد إن شاء الله، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ديرونا ابوني في لاشين خاوتي، الله يحفظكم ان شاء الله فضلا وليس امرا. بسم الله ما شاء الله، مناظر خرافية ما شاء الله ما شاء الله. شوية طريق عيانة خاوتي، فاسدة شوية طريق، بصح على العموم مليح. تلقاو هنا مارس مش مليح، بصح ضربات برك، الباقي تتعدل. هاي هنا كيما هنا ولا طابي ولا فور قليل هكذا، من ذاك تلقى مارس مش مليح. يا شوف الجبل لك ليش، شوف سبحان الله العظيم، الرمال مع الصخور ذيك المحترقة مدت منظر خرافي يعني، سبحان الله العظيم. شوفوا الطريق خاوتي كيف راهي رايحه في وسط الصحراء، في وسط الرمله ووسط الصخور، هذيك الكحله هذه الكحوله روعه. هذه مع الخرجه تاع عينا ميناس بواحد 30 40 كيلو. كي نفوتوا البراش متاع تيقندورين، البراش فيكسي تاع الكومبلكس تاع تيقندورين، واحد الكيلو نطيحوا طول في الحدور هذه ما شاء الله، مناظر روعه. بسم الله ما شاء الله، مناظر خاوتي والله غا روعة يعني، ما كاينش مش كيما الوصف، مش كيما الواحد يعود حاضر هنا ويشوف قدام عينيه ما شاء الله. شوية سخانة خاوتي بصح مليح، نزلت شوية سخانة. رانا عندك رانا في أكتوبر، رانا في نصف في المنتصف تاع أكتوبر، بصح مش كيما الشتا، هي محلاها في نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس مليحة. شوفوا خاوتي كل المناظر هنا، ما شاء الله. هذه هنا رانا في وسط السلسلة الجبلية اللي جاية من هي، هكذا رانا قطعنا السلسلة الجبلية هذه. ها ما شاء الله، هذا هنا طابي جديد، بصح الطابي هذا جديد ما تلقاش بزاف، شوية كذا يحبس، تعاود الطريق تفزد شوية. عاملي باس دو في
تاع الشركات ديريكسيون بروجي جي سي بي غاز دوك باس دو في هاي على لاكوش صلاو العلم هذه مهجوره واحد ميس هنا تلقى الشركات البتروليه هنا تلقى ميم شركه تاع الخارج تلقى شلومبرجي تلقى الاني تاع ايطاليا هذو كلهم هنا شوفوا الطريق هناك فيها مسقمه خاوتي هذه واحد 30 كيلو ولا 20 كيلو مسقمه جاي على مد البصر ها بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله إليزي 180 إليزي 200 كيلو هاي 200 كيلو إليزي اسما باقي واحد 700 الجانت 200 كيلومتر إليزي حوالي 700 الجانات غلف أمي يقول 700 ها راك في الجزائر تسمع غير المسافات الفلكية الأرقام الفلكية هذه غير 1200 و 1400 ويقول لك غير هنا برك هي هنا برك هاي غير هنا برك معناتها 500 كي تسقسي واحد في عينها من الناس تقول له جانت وراه يقول لك هي هنا برك معناتها 900 ايه نعمة نعمة وخلاص ما شاء الله مية وتسعين إليزي شوفوا خاوتي هنا العروق تاع الرمل هناك فمخدومين بسم الله ما شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مناظر روعة اتونسيون زون سابلوز هاكم تشوفوا خاوتي هنايا هنا كي يتحرك الريح مع الصابل منها تولي كارثة تولي الرؤية شبه منعدمة هاكم تشوفوا خاوتي هنا حوالي 190 إليزي الرملة حمراء هنا هام لي باس دو في هام شركة تاع الخارج حاطين هنا تاع الغاز هذا هنا حقل تاع غاز هام من الشركة منا ومنها هذو هنا حقول كبيرة تاع غاز ستوك تاع الجزائر تاع الغاز وفي حسن الرمل وكاين جهة البنود من هي في تيميمون وكاين هنا في إليزي نعم كمين تاع الشركات يعني والله غير ما شاء الله شوفوا خاوتي العرق هذاك اللي انفاصلين الله يبارك تاع الرمله تاع الصابل يعني ما شاء الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شوف ذيك الهندسه يعني سبحان الله وبحمده شكفا جداير مع الريح تموجات يعني توحد ربي بجمع الكولير الاحمر هذا مش كما العرق من هي تاع البنود وتاع من هي تاع تغيط وبشار هذا هنا هذا كولير روج الاخر جاي في الجون هذا جاي في الحمراء في الاحمر ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شوفوا خاوتي مازال العرقة وعلى مد البصر ها ورا بعيد او يمشي مع الطريق الرمال سبحان الله تبان الرملية هنا رانا حوالي واحد 190 على إليزي 190 كيلومتر تسمى باقي واحد 600 و 600 وحاجة الجانت ما
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أو هناك عاد خاطئها الإنسان البني آدم، تلقى الدنيا نظيفة، تلقى الوسخ ما كانش، تلقى ما كانش بلاستيك، دعوات شعل. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، كثبان رملية سبحان الله وبحمده ما شاء الله تبارك الله. شوفوا خاوتي هكذا انا قطعوه في وسط العرق قد وبيكون انا مشي وهكذا والعرق مسامين، هذوك احنا قطعوه في النص هنا يولي الخطر تاع الرمال، عباك هنا مع الريح الرمال تتحرك في الليل يجي مولاها قافل هنا يلقاها قدامه. ما شاء الله شوفوا خاوي العرق تاع الرمل هذا، شوفوا شوف جا مخدوم سبحان الله وبحمده ما شاء الله ما شاء الله. طبيعة فريدة يعني الصحراء هذه سبحان الله، كل حاجة خلقها لها رب العالمين، خلقها بحكمة وخلقها بسبع. شوفوا خاوتي الجبل هذا تاع الرملك فجاء مخدوم، هذا اللي على اليمين سبحان الله العظيم. هاي البلاكه خاوتي تعيط، هذه البلاكه تاع زون سابلوز، اتونسيون زون دو سابل ليسونسير، انا في واحد 160 على اليزي، 160 كيلومتر على اليزي. شوفوا خاوتي شوفوا داك المنظر منا، الرملة الحمراء هذه عيطوا لها. شوف فرق شوية فاسدة خاوتي الحيطة والحذر، هاكم تشوفوا فيها كفام حفرة هنا اتونسيون، تلقاها معدولة مليحة، سرح 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 ومن بعد فجأة تنطيح في طيح في الزردب. ها شوف هاي مليحة، أنا الحمد لله قادر تدور الفيراج تلقى أنت تلقى أنت واد واد قاطع طريق نورمال. إيه تبارك الله. هذا فيراج صعيب، جات مع طريق مكسرة، شوفوا طريق فين مكسرة هنا خاوتي. بابا 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 ما شاء الله ما شاء الله. شوف كيف فوتوا العقبة هذه كيف تبان المنظر على، شوف سبحان الله وبحمده. على بالك يقولوا لي الجماعة واش عجبك في الشيء هذا، هذه هي
ما شاء الله تبارك الله. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا هذاك المنظر خاوتي، جمع الكثبان الرملية هذه اللي هنا، سبحان الله العظيم، منظر ولا في الأحلام. هنا الطريق مخدومة جديدة بين هاي، شوفوا تبارك الله، مولاه هنا يعفز يحط الكرة وما يخافش. بصح شوفوا هذاك المنظر خاوتي منا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هنا الصحراء الكبرى هذه تاع الجزائر، هنا راهي من أقدم الصحاري في العالم، وزيد من أكبر الصحاري في العالم. هذه الممتدة على تحكم على بزاف دول. شوفوا خاوتي هيك المنظر هنا، كيف جات الرملة مع الطريق. شوف ربي ان شاء الله مع القرار الاخر هذا اللي داروا، هم داروا قرار الاخر تاع استيراد السيارة 3 سنين، مولاي يطيح في تويوتا كاساندرا ونجيب رب العالمين شوية قسم يتركز على كاساندرا جديدة تكون في الانجيكسيون، تكون في ليسونس. هاي يجي هنا في الشتاء عقب ايامات الله ما شافهم في عمره، والله هيليكس تكون نظيفة جديدة 2020 ناقص 3 سنوات، تجيبها من الامارات ولا من الكويت ولا من السعودية، والله تسقاملكش بزاف، تسقاملك واحد 400 مليون. بصح تجي هنا تعقب بها ايامات، اقسم بالله ولا في الاحلام، تجي معاك لي طونت، تجي معاك ربع اصحابك لي طونت، ماتريالك تاع الطياب، التاويل تاعك، الزاد تاعك، وتجي تخلي نطيح سبتمبر ديسمبر، في الاوائل في النص تاع ديسمبر او اوائل ديسمبر تقلع، تجيو في 4 ولا 5 طيوطات وتجيو. روعة ما شاء الله، جولة هيلة. هنا الصابل بدا يقدم للطريق، هاكم تشوفوا خاوتي هنا يوليو المشاكل، كي يقدم الصابل للطريق هكذا يوليو المشاكل. فوالا هاكم تشوف الصابل بدا يتحرك ديجا في الطريق. يا سبحان الله العظيم، ما شاء الله. شفتوا الطريق هنا ناقصه شويه خاوتي، هاك هذا مصلى، ها مصلى مصلى خاوتي في وسط المجهول. هذا اللي داروا ربي يجازي علينا خير الجزاء ان شاء الله، مصلى قدام مسجرة صغيرة. هذا هما الصدقات الجارية خاوتي، مولاها ما يستهزاش في منطقة نائية كما هذه، مولاها يغرس شجرات يتهلا فيهم، من ذاك يدير لهم السقي يسقيهم، والله غير المرة هذه زعما نهز معايا شجرات شوية تاع كيليتوس، ما كتبش ربي ما كفانيش الوقت والفرقو شويه مشارجي ما صلحت ليش، والله غير كنا راح نجيبو معنا شويه شجر تاع فيكيس، قلنا نغرسو معنا تاع الكاليتوس نغرسو معنا شويه في الطريق، ما كتبو بربي. المره الجايه ان شاء الله تكون نديرو مبادره مليحه زينه ان شاء الله، كيعود جاي الكاميون يبعثو مع شجرات،
ونغرسهم اللي كتب ربي في الصحراء. هاي هنا خلاص الرمل، هنا بدأت الصحراء القاحلة، هنا العرق تاع الرملة سيبون إليزي 150 إليزي. هاي البلاك هفيت أخوتي 150 إليزي، هنا العرق تاع الرمل سيبون. دوك دخلنا في الصحراء القاحلة، منا طريق مسقمه كيما راك تدروا. هنا الرمله ما كانش، الرمله خلينا قدام منا وروح صي. شوف الطريق كيف جايه بالي مسقمه ديرك، اطلق وشطك القوري. مية كيلومتر إليزي خاوتي، 100 كيلومتر إليزي. هذو لي باس دو في، هذا هو الكي، كي تاع مقاول. مش مكان مقاول هنا حاط هنا يخدم على روحو كي يخلص. ها هرب، الصحراء الكبرى. هذه البلاصه يقولوا لها العراش، ما بين عينا ميناس وراء الغاز. ها ما بين عينا ميناس إليزي، ها والغاز خاوتي، ها هو الغاز مكلاطي اللي هي النار شعلة خارج من الطبيعة. مناظر ربي يبارك روعة ما شاء الله، سورتو رانا قريب الغروب. عندنا واحد 90 كيلومتر على إليزي ما شاء الله. هاي البلاكا 100 إليزي، 100 كيلومتر قد قد. طيور مسكين، هاو يصلي هاز قشو. بعيدة بعيد الحال خالتي، بعيد طريق، بعيدة طريق. هادي تحب الماتريال، تحب ماتريال جديد، وتحب مولاها يسوق مليح وينعس يقاري يرقد ما يلعبش ويحرز روحو اولا على الصابل البعير قطاع طرق ثاني. باش كي ما ننساوش، باش كي ما نكذبوش على خاوتنا، راهم قطاع طرق انا مكاينين، باش كي نتفاهموا.
والله غتلقى هنا المافيا دقاري يلحقوا عندك والحافظ ربي. هذه نصيحة ننصح بها خاوتي، الواحد كيعود في الطريق شما هز معاه دراهم ولا هز معاه حاجة يعني حاجة ثمينة هاي وراهي ويقدر عليها ربي حاجة تحبس بها اون بان طوموبيل ولا شي حاجة، يهز الأمانة تاعو يهز دراهمو يسكر طوموبيل ويبعد يخطي طوموبيل ما يبقاش تما. هذه باش كيما ولا يدير حسابو، هذه نصيحة من عن تجارب، عن تجارب اللي نحكيو فيها عن تجارب. قدر عليك ربي مسافر من بلاصه لبلاصه، بلاصه بعيده ولا شي حاجه، حبست بيك طوموبيل اون بان، مشكل في الموتور، اي مشكل ولا مشكل في الرودة كريفات لك ولا اي حاجه، هز الدراهم اللي معاك بعد بعيد، احفر اغبرهم والله هزهم جيت مريح، ما تقربش الطوموبيل تاعك خاطر راه كي يجي قطاع طرق يقاري كيما يقلكش تما ما عنده ما راح يدير الطوموبيل، يكسرها ويخليها كيما راهي، ما يقدر يديها ما يقدر يدير لها والو. بصح كون يلقاوك ثما وهز الدراهم الكارثه ثم يطفروها فيك ويديو لك دراهمك ويخليوك. ها والله وصرات كي تحبس بيك الفيكيل تاعك هز دراهمك وتكل على ربي، هزك دراهمك وهزك واخدك وخذ اختي الطوموبيل اهرب روح بعيد، عيط 10-55 تاع الجدرميه وبعد روح بعيد وريح، ما تستناش تما الا اذا جات الدوله الجدارمية ولا الديوانة، روح ما كانش ما تجيش كي تشوف الضوء قربت الطوموبيل سردو في الليل مثلا تحبس بيك طوموبيل وتبعد بعيد تشوف الضوء قرب طوموبيل كون ما تشوفش باللي الجدارمية ما تجيش ريح بعيد الله غير تجي يحكموك ثما. بصح كي تعود بعيد ما عنده ما راح يدير لك، بعد على الطريق بعد على الطوموبيل قد ما تقدر ماكسيموم والحافظ ربي. هذه نصيحة حبيت نشارك بها أخوتي، ماني خبير ماني فاهم ما والو، هذه تجربتي في الحياة. أيوة. البراش ما أخوتي جانت برج الحواس إليزي الحدود الليبية تيلوت، على غوش الحدود الليبية تيلوت، ها وكاين مصلى خاوتي هنا مصلى ومعاه ستاسيو صغير انقاري ونصليو، ما كاينش ستاسيو مصلى برك، نروحو نعبدو ربي ويرحمها ربي خاوتي. هاي مصلى كي دايره، هذا تلقى طواليت منها حاشاكم ومعها سانيتير صغيره ومعها الميضه صغيره يتوضا مولاها ويصليو ويرحمها ربي. هاي تشوفوا فيها خالتي شفتوها هاي قدامكم يقاري وصحاب الطريق ولا هلا هاكم نصليو خالتي ونجيو. يا الله بسم الله انا خالتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مصلى تخملت هذه واحد 60 كيلو ولا 70 كيلو على اليزي، هذه مصلى صغيره هنا مولا هيصلي داروها هذو الناس المسافرين وهاكم عارفين خاوتي. هذه رانا في البرونشمون تاع إليزي تيلوت طارات ها الشونطي تاع الطريق خاوتي، جماعه عم يخدموا في الطريق هنايا ربي يحفظهم. ها مرام لي زونجا ما شاء الله، فوالا ها المقاول يعاود في الطريق. ياي بصح والله العظيم حنا الكاليتي غير الزيرو، تخدم الطريق من عام 6 شهور تفزد. ها يعاود في الباص ضرباتو كيما شمل على كلهم، هم يعاودوا في ضرباتو كيما مش مليح.
هم يعاودوا كاين مارس انا مش مليح حسدو بزاف هم يعاودوا فيهم. ايوا بصح هذا الواد اخاوتي نورمالمون يهزو هنا نورمالمون قال لي بيز تخدم هنا شاك فوا تعاود تفزد. ايوا كاينه شويه سخانه بصح مليحه مش بزاف راهي في 38 مليحه. بسم الله ما شاء الله. هو ايه ها مطاري ركبوا من قبل ايه جاية وطرود مش بلاكة هاي خاوتي المطار تاع إليزي 30 كيلو على إليزي هاو المطار من على لاغوش هاي الرومبوا ديريكت جانيت إليزي برج الحواس هادي الرومبوا تاع المطار هاي من ديك المطار تاع إليزي فوالا ها ورا المطار خاوتي بسم الله ما شاء الله خلاه وراه هي بدات الشجرة تاع لافريك هذيك ها هذي لوقيلا هذي لاكاسيا شوف كي تجي مخدومة شوف نشوفوها في لافريك30 كيلو على إليزي هاي لوطورود خادمين أوطورود ثاني الله يبارك فور ما شاء الله شي هو هنا هنا راه البعير هنا البعير قوي خاطش هنا راكم تشوفوا الشجرات هذو اللي من على جناح الطريق هذو كيما أشجار الصافانا هذوك هذوك كيما أشجار الصافانا اللي يدير الظل ما عرفتش اسمي ولا أكاسيا ولا ما عرفتش اسمي وهذي هنا البعير كاين هنا مولاه يدير حسابه هم جماعة يريضوا على جناح الطريق هذو جماعة اللي يخدموا في المطار كاع شي يريض ما شاء الله هاي هنا قاوية هنا كاين ياسر هنا كاين غابة غابة نتاع أكاسيا شوف قلت قد ما تلقى الغابة تلقى قد ما خطر البعير خطر وجود البعير هي لاخاطش البعير يقرب للبلايص هذو اللي فيهم شوية الخضرة شوية ياكل وين ياكل هذه الأكاسيا هذه شديدة المقاومة للجفاف والحرارة هذو من الأشجار اللي يقرصوا في الصحراء كما احنا عندنا الفوق في التل عندنا المقاومة للحرارة والجفاف اللي هي الفستق الأطلسي هذه هنا في الصحراء كاينة تقاوم الأكاسيا والله ماني ثابت مع في الأكاسيا ولا خاطئ نورمال مو الأكاسيا هي هذه هي عندي ما ينعتوها في التلفزيون تاع السافانا هذه
بسم الله ما شاء الله. نعم الجبل يقول لك حولة، وما يقولوا بلي محروقين كانوا يكونوا بكري، يقول لك كانوا براكين، براكين الخامدة هذه وما نعرف. جات غابة أخرى تاع كاسيا، هذه كل الدخلة تاع إليزي. سبحان الله العظيم، الجزائر يا شيخ. هاي أشجار الأكاسيا على جناح طريق، هذه نرى في قلب الصحراء. ولا هاي البلاك اخوتي جانت، برج الحواس جانت، جانت 450 تينا لكم 640. ايوه غروب الشمس، مدخل في مدخل مدينة إليزي، هكذا بقينا واحد 10 كيلو على إليزي. هاي غروب الشمس اخوتي، يقول لك بالليل الغروب تاع الصحراء، غروب الشمس تاع الصحراء، السانسيت سان رايز ولا سانسيت سانسيت. هاي يا اخوتي ما شاء الله، مدخل مدينة إليزي، هذه الغروب تاع الدخلة تاع إليزي، منا كيعودوا جايين على عين ميناس. ما شاء الله هاي بدات تهبط شوي سخانه 35 او لا باس. كيما تفهمنا خاوتي توجور على مدخل المدينه، اياك تعود تفوت البلاكا، راك تلقى رادار، تقولش راني في الصحراء وراني في الخلا، والله غادي تلقى رادار قدامك. أنا حاول تمشي بلاكا، هاي 80 قدامك مشي 80 صاحبي، ما تلعبها تفهم، ما تلعبها تتفلسف. يجي مولاه يدير هنا دورة عشان مخلي 500 ألف ولا مليون هنا ويروح، ماشي كارثة. خاوتي يمشي مولاه 80 وهو لاحق الإليزي اللي كتب ربي، هذه لأي مدينة، هذه مش غير مدينة إليزي والله، في أي مدينة. هاي إليزي 10 كيلو، الطريق الوطني رقم 3، في الدخلة تاع مدينة إليزي ما تفوتش، خاطش تلقى الرادار، ولا يمشي 80 وربع ساعة ولاحق، ليه ليه؟ في أي مدينة، كي تعود داخل أي مدينة مع الطرود ولا مع الطريق تاع الدخلة تاعها، حاول تمشي بلاكا، خاطش الرادار تلقاه، ولا تلقاه ستوب على الدخلة، ولا تلقاه تحرق رومبوان، ولا غاتلقاهم قدامك يستناو فيك. يا وذيك النهار نمشي مشي خويا انا وحليم عباس، رحت انا ويا الجيجل عندها واحد 20 يوم، عيط لي قال لي نروح نصفاو الجيجل، قلت له هاي رحنا نمشي مشي خويا على الضربات هذي، ماشي على الدخله ما كيما راه الجامعه تاع تاسوست، ستوب تاع تاسوست، ماشي حركه طول نقول ما طرات تحت البون، زير يا اسكت زير، هات لك واغا طف طف، قال له دوك انت، قال له جيتو، قالنا وجيتو ديروا هنا، قال له حليم والله يا شيف غير طفله زوجة السمانه اللي فاتت جيت ندير لها حوايج، قال له كنت اجي ضيفت ولا اختك من زوجه جديده،
ندي لك براسي ب 500 مشكل ديال له يعني دوكا كيفاه يا اي من ثمون انا واش في حالي يا اخي قلت لك يا اخي قلت لك والله غرطوا حنا في بن فاميلا قال له هاك روح ربي يسهل بصح قال له ستوب ستوب يعد ستوب لا لا سورتو في المدخل تاع المدينه هكذا والله انت جاي تلعب فيها فهم جاي حريم طولك خارج من البون في حارق اروع لقينا قدامنا زير يعني ذوك المولاه ها هكذا كما هكذا الكاكي ما هذه بلاك تقول 80 انت جاي طاير وراك رايح تشوف البلاكا كثبان رملية الدخلة تاع إليزي ربي بارك ما شاء الله منظر جمع الغروب مع غروب الشمس جاء منظر روعة ما أعرف مدخل مدينة إليزي هاي خاوتي شوفوا تبارك الله جيت مع الكثبان الرملية هذه إيه هذي عضوة في الشتاء هنا هذي روعة إيه تبارك الله الله يبارك هاو يلعب أخاوتي هاو طيوطة فوق الصابل هاو ينكس فوق الصابل الله يبارك هاو من نمسى من طيوطة هاو وراه لكاساندرا تويوتا كاساندرا هيليكس تويوتا هيليكس وين نكس فوق الصابل ما شاء الله مع القانون هذا تاع المونتروازون خالتي تاع الماتريال بربي ان شاء الله جات فيات منا ومن هي بربي ان شاء الله كي يتوفر الماتريال اللي يعود قادر على روحه ورزقه ورب العالمين من فضله يتكى على تويوتا روعه شوف الجماعه وراهم قاعدين فوق العرق شوف تبارك الله يطيب فيها اتاي او فوق العرق اللي هي وقاعد مانستالي قاعده روعه قام العويل هام النساء من العويل فوق العرق الله يبارك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله قام العويل يخرجوا هنا صورتو مع العشواق ذاك يبرد شويه لحالو الله يبارك عامل عويل خاوتي ها هم طالعين للعرق تعشي قاعدة خلوية روعة الدخلة تاع مدينة إليزي خاوتي أبوني في لاشين ربي يحفظكم إن شاء الله مدخل مدينة إليزي المهم هذا المدخل الشمالي هاي سنتي في جديدة تاع إليزي بصح مازال ما فتحوهاش جاي على الدخلة تبارك الله هي
مليح الله يبارك. مدينة كما المدن الجزائرية. هاو باراج فيكسي ما عرفت على تاع بوليس ولا جدرمية ولا مش عارف. اصبر تاع لا بوليس نورمالمون لا بوليس بياري. اصبر انا خاوتنا نفوتوهم ويرحم ربي. هاي خاوتي فتنا الباراج تاع البياري ما شاء الله، ناس ملاح وليدات فاميلها ما يقولوا والو. هاو لانستيتي ناسيونال خاوتي المتخصص في التكوين المهني بإليزي. الله يبارك. إيه مدينة هذه عاصمة ولاية إليزي. وشنو هي هذيك القطب الجامعي؟ هاي الجامعة تاع إليزي جاية في الدخلة، المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار إليزي. هذه جامعة إليزي هاي هنا خاوتي جاية مع الدخلة. كنا عدو داخلين جينا على الدخلة ديركت. مدخل مدينة إليزي. بسم الله ما شاء الله، مدينة إليزي ترحب بكم. أبوني في لاشين خاوتي الله يحفظكم إن شاء الله. ديروا لنا جام وشاركوا معنا الفيديو ربي يحفظكم. مدخل مدينة إليزي الطريق الوطني رقم 3 الرابط ما بين عين ميناس جانيت إليزي. رانا في الدخلة نتاع مدينة إليزي. هذه ستاسيون جاية على الدخلة على لاغوش، الجامعة رانا خليناها منا على لاغوش. بسم الله ما شاء الله، هذه مدينة إليزي. جات مع غروب الشمس، جات مع المغرب، روعة الله يبارك. هاي الرومبوان تاع الدخلة ما شاء الله ما شاء الله. فضلون جانيت المديرية الجهوية هاي منا تاع الجمارك تاع الديوانة جاية على لاغوش. مدينة الله يبارك روعة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دوك هنا إليزي الولاية، دوك جانيت كي طلعت ولاية معاك فيها دارولها. دوك هنا جانيت كي طلعت ولاية دوك فيها تقسيم ولاية جانيت ماعرفش من رقم، نقول 56 وأنا مقدرش نحفظهم العشرة هذو جدد والله مقدرش نشفع عليهم. هاي صونا الغاز تاع إليزي الله يبارك ما شاء الله. دي بلوك فيها الخدمة تبارك الله ما شاء الله. ربي يحفظكم خاوتنا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.